مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله النهارده هنشرح على الصفحه الشخصيه الخاصه بيك، ايا كان بقى انت من ترم اول لحد بقى ترم تامن، بس الناس اللي ممكن ما تبقاش عارفاها كويس اللي هي ترم اول، ايه هي؟ اللي انت ازاي تشغل الفيديوهات الموجوده على صفحه اسمها الموديل على صفحتك الشخصيه. خلاص، بتدخل على الصفحه دي بتلاقي فيه فيديوهات لكل ماده تقدر اللي انت تتفرج عليها. بس في حاجة، انت عندك المواد دي بتبقى المنهج كله شرحينه، فانت لازم تبقى متابع مع الجامعة علشان تعرف لو في حاجة ملغية عشان ما تذاكرش المنهج كله. تمام، طيب تعالوا كده بينا بقى مع بعض. اول حاجة عندك دي الصفحة، تدخل صفحة جوجل. لو انت مش معاك اللينك خلاص هتكتب مثلا صفحة التعليم المدمج، مثلا اهي صفحة اهي التعليم المدمج، خلاص اهي هتجيلك. فانت دي في حالة لو انت معكش اللينك، بتيجي هنا هتدوس على اول حاجة هيجيلك. اول حاجة هنا بيقول لك رقم التسجيل وبيقول لك الرقم السري. طيب انت الرقم التسجيل ده اللي هو رقم الكارنيه بتاعك. طب الرقم السري، الرقم السري ده لما انت بتيجي تقدم في اول ترم بتاخده مع، بيبقى موجود كده في الورقة اللي فيها المواد. هشوف لو عرفت انا انزل لكم نموذج منها، بتبقى موجوده مع التقديم. لو انت بتقدم وبتسجل مواد بيبقى كاتب لك فيها الرقم السري. خلاص، طب مش عارفه بتروح المركز وتاخده منهم، فهتدوس هنا هتسجل. انا عشان مسجلهم فاوريدي اهو رقم التسجيل، بعد كده الرقم السري هتدوس دخول صفحه هتحمل اهو. دي كده جابت لك، دي كده المواد اللي متسجله عندك. خلاص، ودي الصفحه الشخصيه. انا شرحت الحاجات دي قبل كده برضه عشان الناس اللي لو عايزه الشرح بتاع الصفحه ازاي. طيب انت عندك دي المواد بتاعتك، دي كل مادة موجودة عندك طبعا على حسب الترم بتاعك. انا عشان ترم تامن فدي اخر مواد في ترم تامن، لكن انت لو ترم اول او ترم تاني، ترم اول بقى تلاقي مثلا رياضة، محاسبة، اقتصاد، الحاجات دي تلاقيها موجودة هنا على حسب بقى عدد المواد اللي انت بتسجلها. سجلت مادة اتنين تلاتة على حسب. عندك اول حاجة كاتب لك، انا بقول لك كتاب المادة ده لو انت عايز تحمل الكتاب بي دي اف، لو انت عايز تحمل الكتاب بتاعك. طب سي هندوس عليه كده مثلا اهو، لو انا عايز احمل الكتاب اهو هندوس هنا كده كده الكتاب عندك بيتحمل بينزل. تمام، ماشي اهو بيتحمل فوق اهو. طيب هنرجع تاني الصفحة الرئيسية، ندوس على الصفحة الرئيسية هنا. طيب في حاجة تانية، لو احنا عايزين ندخل على موقع الموديل اهو اللي تحت ده، هنا بيقول لك لو دوست على هنا هيوديك لقناة اليوتيوب بتاعت المركز، وهنا الرسائل الصادرة ورسائل الوردة لو انت بتبعت رسائل للمركز وهما بيردوا عليك. هنا لو انت عايز تبعت لهم سؤال، طيب انا كده عندي المواد اتحملت اهي، المادة اول حاجة ده الكتاب بتاعي، اول مادة في الكتاب لا بتحمل شوية. تمام، عندك هنا ارسال سؤال. طب انت لو عايز تبعت لهم سؤال الدكتور بيرد عليك، دكتور المادة بيرد عليك. خلاص، بس بياخد، ممكن ياخد وقت شوية. طب عندك اهو دي، ده الكتاب نزل اتحمل معاك اهو، ده لو انت عايز بقى الكتاب بتاع حضرتك او تقدر تجيبه عادي. في طبعا ايه المقررات بتاعتك كلها. ماشي، طيب يبقى احنا كده عرفنا ان احنا ممكن نحمل الكتاب. طيب ده موقع الموديل اللي بقول لك عليه، هندوس عليه اهو هيدخلك على صفحه تانية. تمام اهو فتح لك المواد. طيب هو لو ما مش فاتح المواد، يعني لو سي انت مثلا دوست عليه انا بس عايز اعمل تسجيل خروج علشان لما نيجي نفتحه، لان انا عشان فتحه ففتح معايا. بص انت اول ما بتدوس على الموديل بيجيب لك الصفحه دي. جميل، دي الصفحه اللي هتنقلك على الموديل. طيب ادخل على ايه؟ هروح فوق على الشمال، شايف كلمه دخول دي؟ هتدوس عليها هيقول لك برده دخل اسم المستخدم اللي هو رقم الكارنيه ودخل الباسورد بتاعك زي ما عملت في الاول. هتعمل هنا وبعد كده هتدوس دخول. انت ممكن تسيفها مره واحده عشان يفتح اوتوماتيك معاك. طيب انا جاب لي ادي الصفحه بتاعتي وادي المواد بتاعتي. خلاص، طيب ممكن لو انت مثلا عايز تجيبه عربي هتدوس هنا انجلش، هتدوس عربي فبينقل لك الحاجات كلها باللغه العربيه لو انت مش عايز بالانجلش. طب هنا دي ايه؟ دي هنا الصفحه اللي هم موجودين دلوقتي، دي دول المستخدمين دلوقتي، دي الناس اللي على الصفحه طلبه زيك برضه، دول فاتحين الموقع ده دلوقتي بيذاكروا منه والحاجات دي كلها. طيب
لو انا عايز بقى ادخل هدوس سي مثلا، هدوس على ماده الاستراتيجيات، دي ماده هدخل عليها اهو، هيجيب لك اهو. بص بقى بيجيب لك اول حاجه هنا، ده كتاب المقرر لو انت عايز تحمله، ده الاختبار لو في اختبار، لو في اختبار جاهز هم عاملينه هتلاقيه تمام. ودي غرفه الحوار، وده المنتدى، وده القاموس. ما علينا، هندخل على الفصل الاول بتاعك. اول حاجه في الفصل عندك اهو، الفصل الاول. لو عايز احمل الفصل الاول هتحمله، هينزل لك الفصل الاول ده، هو موجود في الكتاب، هو هو بس هنا مقسمه لك. طيب تاني حاجه هنا عالميه المنافسه، ده درس هيبقى فيديو هندوس عليه. تدخل اهو بيحمل. طبعا يعني اهم نقطه لازم تعرف المقرر ايه، عشان انت عندك هنا بيبقى شارحين الماده كلها. ممكن تلاقي دكاتره هنا غير اللي بتديك في الجامعه، على حسب برضو ان الفيديوهات دي قديمه ما تحدثتش تمام. فدي برضو نقطه مهمه جدا. هو بيحمل معانا اهو. طيب تاني حاجه عندك ده المنتدى، لو في منتدى بقى تتواصلوا مع بعض، غرفه الحوار، الاختبار، تكاليف الفصل الاول. دي تكاليف لو هو مديك مهمه اللي انت تعملها، كل فصل فيه مهمه بتعملها زي بحث كده المفروض بتعمله وتقدمه، بس طبعا ايه مفيش الكلام ده. يعني هندوس اهو، ده دخول لو احنا عايزين ندخل. اول حاجه هنا جايب لك اول حاجه الاهداف بتاعه الفصل ايه، جايب لك بقى الدرس، النظام الانتاجي، جايب لك الاسباب، بعد كده النشاط واختبار والملخص بتاع الدرس. طيب لو احنا هندوس على اول حاجه اهي، دي الدكتوره بتشرح الماده خلاص، بتقول لك اول حاجه ايه. خلصت اول جزء هدوس على الفصل الجزء الثاني وهكذا تمام اهو. الفصل يعني الفصل برضو اللي تابع للفصل اللي هي الفقرات، بعد كده دي المراحل خلاص. يبقى احنا كده بنشرح الفصل كله، الدكتوره بتشرح الفصل كله. طب انت ممكن تستفيد بس تعرف الفصل المقرر ايه عليك في الجامعه، وبناء عليه تطلعه من هنا. النشاط اهو، هنا بيقول لك عزيز الدارس تناولنا في هذا الدرس مثلا عالميه المنافسه واثرها على تصميم الانتاجيه في ضوء ذلك، قم بحل النشاط التالي. مديك بقى ايه اسئله، فانت بتبدا تحل الحاجات دي كلها خلاص، تفضل تحل مثلا سي ايا كان بقى. يعني انا هعمل اي حاجه، فانت على حسب بقى ما بتشوف اهو. ارسال اهو، الحل ده مثلا غير صحيح، في حل مش مظبوط، فانت تبدا تشوف ايه الحل الصحيح. فانت بناء اللي على فكره دي جديده، دي ما كانتش موجوده، فانت بناء عليه خلاص تعرف برضو اللي انت فهمت الدرس ولا ما فهمتوش. طب بعد كده اهو عندك دي اختبارات صح وغلط تمام. يعني انت هتشوف كده وتدوس ارسال هذا الحل، لقد اخترت اجابه صحيحه تمام. يبقى الحل اللي انت حليته صحيح. هتروح للسؤال اللي بعد، هم عاملين شويه تحديثات. هو بيقول لك مثلا يعد النظام الانتاجي مثلا احد النظم الفرعيه داخل المنظمات فقط تمام. فانت هتشوف طبعا ليه غلط، عشان فكره فقط دي غلط طبعا، فقط دي مشهوره بس ساعات بتجيب صح. يعني بيقول لك يتكون النظام الانتاجي من العناصر التاليه، مدخلات وعمليات التشغيل المخ... انا فاكر انها كانت اربعه، انا فاكر يعني، فاقول الاجابه غلط. فهنشوف كده صح فعلا، هي اربع مراحل المفروض، يعني على حسب ان انا خلصت من بدري الماده دي. بيقول لك مخرجات النظام الانتاجي لا تنحصر في السلع الماديه فقط، بل تشمل ايضا في الخدمات الغير ملموسه. الله اعلم، اعمل صح ونشوف. صح تمام ماشي، عشان بس مش فاكر النظام ايه. فانت حليت في الاخر، بيقول لك ايه بقى، بيقول لك لقد حصلت على 100% ودرجه النجاح 50. فانت خدت في 100% بالنسبه لاسئله الفصل ده، فدي طبعا هتساعدك جدا اللي انت تقدر تذاكر، تقدر تحل، هتسهل عليك برضو بعض الشروحات. فدي فكره الموديل عشان الناس اللي ما كانتش ايه عارفاها. طبعا هتلاقي الفصل الثاني نفس الفكره، والثالث، ولحد كام المادة دي مثلا 7 فصول، على حسب بقى دكتور المادة هيقر السبعة هيلغي، فدي انت بتعرفها لما بتحضر في الجامعة هناك ماشي. دي بالنسبة للاستراتيجيات. طيب تعالى كده تشوف مثلا التحليل المالي. عندنا تحليل مالي طبعا دي عشان فصل السابع، فاحنا عندنا دي مادة عملي تمام. هتبدأ تشوف هنا واحدة الخمسة برضو جايب لك كام، 7 وحدات، نفس الفكره بس. وهكذا بقى تفضل انت ايه تتعايش بقى مع الموقع، وتعيش وتحمل الكتب وتحمل اللي انت عايزه خلاص.
بس ده كانت دي كانت فكرة الموديل. فانا حبيت بس اقولها لكم عشان في ناس طبعا ناس الجديدة مش عارفة الموديل ايه، وعشان في ناس في الاقاليم برضو بيقول لك ان في شرحات على الموقع والحاجات دي الصفحة بتاعتك. لا، هي دي الفيديوهات، الفيديوهات دي بتبقى قديمة مش بتبقى محدثة، ولكن تقدر تتابع انت لما تعرف ايه المقرر عليك في الجامعة. خلاص، طيب القناة عندي برضو هنلاقي فيها شرحات برضو عشان الناس اللي حابة برضو تتفرج على الفيديوهات لو انتوا حابين برضو. انا عندي في اهي، نشوف هنا كده، دي القناة بتاعتي اسمها قناة الدحيح المذاكرة، دي هتلاقي فيها شروحات التعليم المدمج كله ان شاء الله. لو حابب برضو تتابع اعمل اشتراك في القناة عشان تقدر تستفيد بالفيديوهات. طيب عندنا في ترم اول ايه الموجود؟ عندنا في ترم اول هندخل على قوائم التشغيل. قوائم التشغيل بالنسبة لترم اول، يعني انا عندي من ترم اول لترم سابع في شروحات هتعجبك ان شاء الله، يعني هتسهل عليك للمواد العملية. طب انت عندك هنا النظام، هنا ده عندك فيه اللي هي عندنا هنا اللي هو اربع فيديوهات بيقول لك ازاي تسجل على القناة، نتيجة اختبار القبول، ازاي لو انت عايز تقدم، ازاي تجيب رصد، الحاجات دي كلها دي خاصة بايه؟ بالتقديمات والحاجات دي. طيب انت ترم اول عندك في حاجات كام فيديو ترم تاني، هنروح مثلا عند ترم اول اهو نشوفه فين اهو. عندك محاسبة ترم اول هتدوس عليها قائمة التشغيل، هتلاقي عندك مثلا حوالي بتاع سبع فيديوهات لترم اول. خلاص، تقدر تتفرج على القناة وتشوف الشروحات. لو في حاجة قابلتك ابعت لي اضيفك للجروب بتاع ترم اول، قول لي انت في انهي جروب، سوري انت في انهي ترم، تاني تالت رابع، يعني في ترم اول وفي ترم تالت ورابع وخامس لحد ما تخلص ان شاء الله. فانت قول لي لو حابب تنضم في الجروب قول لي، بلغني على الكومنتات بتاعت الفيديو وانا هبعت لك اللينك وتدخل الجروب ان شاء الله. واي استفسار، عايز ملازم، اي حاجه ان شاء الله هتلاقيني معاك. وطبعا الدنيا سهله ما تقلقوش خالص، والدنيا جميله وبالتوفيق للناس كلها وشد